على التليفون الدكتور خالد قاسم، مرحبا بحضرتك معانا طبعا، متحدث باسم وزاره التنميه المحليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا اهلا وسهلا استاذ شريف، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر، كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. وحضرتك بالصحه والسلامه دايما. القرار اللي تم اعلانه النهارده من مجلس الوزراء تم تطبيقه بالفعل؟ خلاص احنا قدامنا مستمرين في تلقي الطلبات لغايه اخر شهر نوفمبر ان شاء الله يا فندم باذن الله تعالى. يعني ده كان طلب يعني من المواطنين لدوله رئيس مجلس الوزراء، وهو النهارده يعني استجاب لده في القرار بتاعه وتلبيه لرغبه الناس. زي ما حضرتك تعلم استاذ شريف واحنا اتكلمنا قبل كده، لو تفتكر ان احنا كنا بنقول الطلبات من ابريل 2019 حتى 14/7/2020 اللي تقدمت بالفعل للتصالح كانت حوالي 503,000 تقريبا طلب. لو جينا بقى من 15/7/2020 يعني احنا بنتكلم حتى 28/10/2020 هنلاقي ان احنا تقريبا غطينا 1,600,000 طلب. احنا يعني احنا النهارده عندنا 1,600,000 طلب. احنا النهارده عندنا 2,100,000 طلب. بنهايه 2,100,000 طلب؟ بالظبط يا فندم. يعني إجمالي طلبات التصالح اللي أهلنا في المحافظات المصرية قدموها من أبريل 2019 حتى 28/10/2020 2,000,000 طلب و100,000. وإحنا كنا بنتكلم عن إنه الإجمالي اللي كنا بنتكلم عنه بيتجاوز 3,000,000. كنا بنقول حوالي 3,160,000 طلب، يبقى احنا بنتكلم دلوقتي يا فندم داخلين فاضل لنا 1,000,000 طلب، مش بعيد ان احنا نخلصهم، وخاصة هناك جدية ورغبة حقيقية من المواطنين ان هم يتقدموا للتصالح، وكمان هناك تسهيل وتيسير على الناس زي ما اللي هو محمود شعراوي وزير التنمية المحلية صرح وقال للسادة المحافظين اقبلوا الأوراق اللي مع الناس ويستكملوا زي ما دولة رئيس مجلس الوزراء أشار في كلام سيادته في خلال شهرين من تاريخ التقدم على الناس أنها تستكمل أوراقها، وإن كمان تيسيرا على الناس أي إجراءات قانونية ضدهم توقف طالما حاصلين على نموذج 3 اللي يعني هم التزموا بدفع جديد التصالح وبرسوم التصالح وشغالين في استكمال أوراقهم. إنما المهم في الأمر يا فندم لو تلاحظ أن في محافظات عملت قفزات نوعية كبيرة جدا في يعني مثلا تلاقي مثلا الجيزة مثلا والقاهرة مثلا تلاقي الشرقية مثلا. خليني أستعرض مع حضرتك كده، لو بصينا على إجمالي المحافظات هتيجي البحيرة تتصدر المشهد بجدارة 227,599 طلب.